لكن خلينا نروح للإيطالي كارل أنشيلوتي. طبعا ده المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي اللي بيعلن النهاردة عن غياب النجم دومينيك لاين عن الفريق لمدة بتتراوح ما بين 15 من 10 ل 15 يوم. احنا عارفين ان لاين تعرض لإصابة في أوتار الركبة وكان صعب جدا يلحق ماتش ايفرتون وويلد هامبتون. ايفرتون طبعا احنا عارفين بداية اكتر من رائعة في البريمير ليج. النهاردة بنتكلم على ايفرتون يحتل المركز السابع بترتيب البريمير ليج برصيد 29 نقطة.